بقينا في شهر نوفمبر والناس بتسأل هو الصيف مستمر ولا الشتاء هيدخل علينا، ويا ترى الشتاء هيدخل علينا امتى؟ لكن حابب اقول لحضراتكم، اذا كنا اتكلمنا من شويه عن مساله المشروعات الخضرائيه الذكيه، فاحنا بنتكلم عن تغير المناخ. بدأت الناس تنتبه الى ان التغير في الطقس سواء في دخول الصيف او دخول الشتاء هو جزء من التغير المناخ اللي احنا لازم كلنا نبقى عاملين حسابه، وبالتالي نبدأ نستعد للتغيرات المناخية بشكل أكبر وأوسع. لكن تحديدا فيما يتعلق بالمواسم أو تأخير مواسم عن ميعادها الطبيعي، ده اللي هنعرفه من خلال مداخلتنا مع الدكتور شاكر أبو المعاطي، أستاذ المناخ بمركز البحوث الزراعية. دكتور شاكر، أهلا بيك معنا يا فندم. أهلا وسهلا، أخيرا يوسف، مساء النور. مساء النور فندم، أهلا وسهلا دكتور شاكر. احنا فين دلوقتي؟ يعني احنا المفروض احنا في شتاء ولا في صيف ولا في؟ اولا احنا بنتكلم عن ظاهره طقوس ملكيه، ومن ضمن تداعيات هذه الظاهره اتكلمنا فيها قبل كده وقلنا تداخل الفصول. ايوه، ان انت ما انتش عارف انت في انهي فصل ولا في انهي موسم، انت في خريف ولا في صيف ولا في شتاء ولا في ربيع. من ضمن التداعيات اللي بنتكلم عنها دايما ان احنا بترتفع درجات الحر، الجفاف او عدم انتظاميه تساقط الامطار، وبالتالي زي الناس في دخول الصيف في اين الشتاء؟ فالنهارده اين الصيف؟ كان في الصيف دخول الشتاء طول معانا جدا واستمر معانا فتره كبيره، فالناس كلها تقول لك احنا ما فيش صيف ولا ايه؟ بالظبط دلوقتي الناس تقول لك فين الشتاء؟ فده ظاهره نتيجه اللي بنقول عليه الاحتباس الحراري وتصاعد الاحتباس الحراري في الجو، ده الى ما هو اللي احنا فيه دلوقتي، ان هو احنا مش عارفين احنا فين بالظبط. لذلك عارفين كلنا ان احنا بقى نبدا نتكرل ونستعد للي بيحصل في المناخ. يعني الاعياد بتكون خطيره جدا على الوسط او على البيئه اللي احنا عايشين فيها، من خلال ارتفاع حراره، عدم تساقط امطار، مفيش عدم تزحزح احجام المطر، المطر يجي في غير اوانه. يعني احنا في الصيف تساقطت الامطار على مصر على بعض المناطق، هذه موجوده في مصر او بصوره طبيعيه، فبالتالي تغير المناخ فعلا ظاهره حصلت وسببت مشكلات وسببت الى ما احنا فيه دلوقتي. احنا في شهر نوفمبر داخلين على خلاص نهايته وما فيش انخفاض في الحراره، حتى اثناء الليل برضه الحراره المفروض لها مش زي زمان، كانت احنا مجرد ما شهر اكتوبر يجي تلاقي الناس كلها مطلعه الشتوي والتعديل في تساقط امطار، فبالتالي بنتكلم على ظاهره يجب على العالم ويجب على المواطن المصري التعامل معها بصوره او طريقه جديه جدا، ان فعلا حصل تغير في المناخ. طب هل احنا معرضين فجاه الطقس يتحول لبارد فناخد بالنا، ولا هو الموضوع هيبان برضو هيبقى تدريجي، يعني درجات الحراره هتنخفض تدريجيا؟ هو عشان برضو يعني احنا لسه ما زلنا في موسم الخريف، لسه الموسم الفلكي للشتاء لم يبدا بعد معانا لسه ل 21/12 هيبدا معانا موسم الشتاء الطبيعي فعلا. لكن الظواهر بتقول ان احنا طبعا احنا بنتكلم على تغير مناخ، معناها ان في حاجه اسمها طقس متطرف، طقس غير طبيعي، غير معتاد. يعني ممكن تبقى درجه الحراره فعلا حاسين بالحراره وبالاختناء والرطوبه النسبيه عاليه، وقد يتحول فجاه الجو ده لانخفاض شديد في درجه الحراره، وقد يتحول الى امطار شديده وغيره من الظواهر الطقس المتطرفه التي لم نشهدها. في الحاله دي زي ما كنا بنقول دايما البس صيف وخلي معاك جاكيت. هو يعني احنا الى الان زي ما حضرتك بتتكلم صح كده، ان احنا يبقى انت متحسب لما هو قادم، يعني ما بقاش انت عاتل امان قوي للجو لانه ممكن يتغير فجاه بطريقه سريعه. تمام.
كده احنا الانسان يعني اطمننا عليه وعارفين هيعمل ايه. بما ان حضرتك طبعا استاذ مناخ بمركز البحوث الزراعيه يبقى ده لازم هياخدنا للمحاصيل والمنتجات الزراعيه وتاثير التغير المناخي اللي احنا بنعيشه ده على المساله دي والملف ده تحديدا، لان هو من اهم الملفات اللي بتتاثر بمساله تغير المناخ. طبعا الـ 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 النبات كائن حي طبيعي بيتاثر بالجو. احنا بنتكلم النهارده على بنقول ارتفاع درجه الحراره، بنشوف شبوره مائيه كثيفه في هذه الايام الصبح، وبالتالي احنا عندنا اول تداعيه من تداعياتنا ان احنا نقول تاثير على تغيير مواد الزراعه، وده اهم حاجه وملحوظه معظم المزارعين حسنا وشايفينها، ان هو مثلا القمح دلوقتي في زحزحه شويه في معاد الزراعه. ممكن انا نقول بنزرع في اواخر نوفمبر، في منتصف نوفمبر الى اواخر نوفمبر القمح، القمح مستمر معانا في الزراعه الى منتصف ديسمبر، في اسمح زحزحه القمح. المعاد اتاخر او غيره زي الفول والبصل وغيره، فبالتالي الزراعه طيب. معاد الزراعه طيب هياثر لي على ظهور المنتج في السوق. كمان في عندي من تداعيات ان انت نتيجه ارتفاع الحراره دي ضغط على خزان او مخزون الميه، لان النبات بيتعرض لاجهاد، عاوز اديله ميه، وبالتالي بتضغط على حصتك من الميه، بيبقى في صوره نقص انتاجيه في اخر الموسم او زياده امراض او حشرات بيتعرض لها المحصول. مع المشكله تقريبا مشكله تغير المناخ وتاثيرها على كل الجوانب الحياه اللي احنا بنعيشها، وكل سنة بنتكلم تقريبا في نفس الأمور دي، وإن شاء الله يكون لها حل. دكتور شاكر أبو المعاطي أستاذ المناخ بمركز البحوث الزراعية، أنا بشكر حضرتك جدا لوجودك معنا في التاسعة.